هتكلم في جزء تاني مهم جدا. هو انا النهارده كحكم دوري ان انا احافظ على الوقت بدل الضائع للفريق الاقل المغلوب. مش دوري النهارده انا كابتن علاء ده انا بضيع الوقت. النهارده حكم المباراه هو اللي بيضيع الوقت، وهقول لك ازاي بيضيع الوقت. النهارده في الدقيقه 77 انت اشهرت البطاقه الصفراء لحارس المرمى محمد المصطفى حارس مرمى المريخ. اوكي، يعني انت بتدي له البطاقه الصفراء عشان خاطر هو اضاع الوقت في المباراه. افترض من الدقيقه 77 نفس الحارس وهو يكرر اضاعه الوقت. كابتن ايمن انت معايا؟ صح. وما ذلك وراح له برضه، راح له بالظبط. طب انا النهارده، انت النهارده انا اروح له ليه؟ مظبوط. انت قبل ما اشهر البطاقه ممكن اروح له. صح. طالما اشهرت الصفراء عشان اروح له يبقى اديله الحمراء. تعال اقول لك على حاجه جميله جدا. هو محمد مصطفى النهارده حارس مرمى المريخ ما هوش فاهم القانون؟ فاهمه طبعا. اجراءات تنفيذ ركله الجزاء بدري بنو راح يلعب، راح اتكلم معاه، هقف مع حارس المرمى احكي له القانون بيقول ايه؟ ايوه. انا بقول لك النهارده الحكم ساعد النهارده على اضاعه الوقت. انا مش دوري كحكم افهمك، انا بقول لك تحكيم وقائي، من فضلك ما تتحركش اثناء التنفيذ. طب هو السؤال هنا يا كابتن، هل ممكن يكون ده اجراء وقائي منه لان الراجل ده لو اتحرك في ضربه الجزاء هو واخد يلو كارت، واخد كارت اصفر، لو اتحرك في ضربه الجزاء وصد الكوره ممكن ياخد انذار تاني، فكان ممكن يطرد، فيمكن هو راح يفهمه النقطه دي علشان يعني يحذره من حته ان هو معرض ان ياخد كارت اصفر تاني. التحكيم الوقائي مطلوب للحكم، وانا مع حضرتك تماما ان انا كحكم في اجراءات التنفيذ انا قبل ما تحصل مشكله بلحق المشكله قبلها. بالزبط. ولكن ماشي، انا قلت ما قلتش ان هو ما يروحش يقول للحارس، لكن ده شوف الوقت كابتن علاء اللي هو قاعد يتكلم مع حارس المرمى وقت كتير جدا جدا، هي كلمتين، من فضلك ما تتحركش اثناء الركل، ولو اتحركت هتاخد هعيد وحدي او هحذر رد انذار. ولكن انا بقول النهارده الحكم كان عنده مشكلتين في اداره المباراه كابتن علاء. بغض النظر هو حسب مخالفتين داخل الصندوق 10 على 10. ساب ركله جزاء لنادي المريخ والخطا والمخالفه واضحه. ساب ضربه ركله جزاء لايمن اشرف وركله جزاء مليون في الميه صحيحه، زي ما قلت لايمن اشرف حط جسمه كابتن علاء طلع ذكي جدا جدا، واي حد لما بيحط جسمه في كوره وهو بيجري اي احتكاك لابد انك انت تحصل ركله جزاء. كابتن عادل انت عارف وكنت لاعب، احتسب مخالفتين صحاح في ركلتي الجزاء، ولكن انا بتكلم النهارده هي للحكم. كان عندك مشكله في احتساب الوقت بدل الضائع، كان عندك مشكله في توفير بيئه امنه للاعبين داخل ميدان اللعب. خبراتك النهارده عدت بالمباراه، نتمنى ان هو في المباراه القادمه ان هو يطور من ادائه في موضوع اضاعه الوقت، موضوع حمايه اللاعبين داخل ميدان اللعب.